لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن الكابتن إبراهيم هلهول المدرب بالاتحاد الإنجليزي. كابتن إبراهيم أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. وفي البداية كيف ترى احتدام المنافسة على اللقب هذا الموسم بين ثلاثة فرق كبار؟ نعلم أن أرسنال متصدر ثم ليفربول وثالثا مانشستر سيتي ولكن بفارق نقطة واحدة بين الثالث والثاني والأول. يعني أستاذ محمد صباح الخير، حضرتك فعلا بتتكلم على أشرس دوري في العالم، أقوى دوري في العالم، بريمير ليج رقم واحد، أعلى نسبة مشاهدة، كل حاجة موجودة في السيتنج أب، حاجة محترمة جدا زي ما أنت شايف. يعني هي لعبة الكراسي الموسيقية، ما احناش عارفين مين مان سيتي ولا أرسنال ولا ليفربول، ولكن أنا شايف إن أنا جايب نسب النهاردة أستاذ محمد، ان انا جايب 30% سيتي 30% ارسنال و40% لليفربول ان شاء الله ان هو يفوز باللقب. ولكن احنا يعني بنتمنى، ولكن اللي في الملعب هتبقى حاجه ثانيه، هتبقى دوري قوي جدا. احنا طبعا كلنا طب يعني كابتن ابراهيم لماذا رجحت يعني او اضفت 10% لليفربول؟ يعني ربما التساوي هنا أرسنال ومانشستر سيتي 30% لكل فريق، ونسبة الفوز باللقب زادت 10% 40% إجمالي لليفربول. أنا شايف المباريات أن كمان 10% أن ليفربول عندهم برايتون هوم في أنفيلد، وعندهم شيفيلد يونايتد، عندهم كريستال بالاس، عندهم توتنهام، وولفز آخر مباراة طالعين بره. انا اعتقد كمان مستر محمد ان لندن هي اللي هتحسم الدوري الانجليزي. عندهم فولهام وعندهم ويست هام بره وعندهم ايفرتون واستون فيلا، وهم ادراك من ايفرتون. ماذا تقصد لندن ستحسم؟ ماذا تقصد هنا يعني المباريات اللي هتتلعب في لندن؟ يعني حضرتك بص، في مان سيتي عندهم كريستال بالاس لندن، عندهم توتنهام، عندهم فولهام، فالمباريات دي كلها هتتلعب في لندن. فالمباريات كمان الأرسنال عندهم طبعا هيلعبهم مع تشيلسي، وهيلعبهم مع توتنهام، هيلعبهم مع إيفرتون، برايتون كمان، لوتن يعني مش بعيدة من لندن حضرتك، يعني سيد العارفين ان المباريات دي كلها هي اللي هتحسم لندن، هي اللي هتحسم قمة الدوري. من وجهة نظري المباريات كلها تلعب في لندن، ويبدو ان هناك عامل مشترك في المباريات. توتنهام سيلعب مع يعني مع ارسنال وكذلك مع مانشستر سيتي، فربما يعني يساهم توتنهام في توجيه بوصلة الدوري الى اي من الثلاثه انديه. جوارديولا عاده ما يفتح او يترك الباب مفتوحا للجميع، يعني يصول ويقول في دوري ولكن يقول كلمته في النهايه ويحصد اللقب كعاده الامور في المواسم السابقه. هل هناك من مؤشرات تفيد عكس ذلك؟ جوارديولا انا اعتقد هو انا بسميه فوكس ان ذا بوكس، بيبقى زي ما انت حضرتك قلت كده، بيبقى موجود قاعد مراقب الماتشات، مراقب ليفربول وارسنال ومتابع، وفي الاخر يعني بيلدغ بلغه الكوره اللدغه بتاعته. ولكن السنه دي اعتقد يورجن كلوب بالفوز بالدوري، لان طبعا خلاص هو بيغادر الانفيلد السنه دي، فهتبقى يعني هيبقى صراع رهيب جدا السنه دي يا كابتن محمد. طبعا انا قلت قبل كده ان الاتحاد الانجليزي حاطط عينه على جوارديولا في حاله اخفاق المنتخب الانجليزي في يورو 24، واحنا امبارح شفنا يعني خيبه امل 1-0 قدام البرازيل، ان الاتحاد الانجليزي هيبتدوا يتفاوضوا مع جوارديولا للانضمام لمنتخب انجلترا، لان هم عايزين ياخدوا بطوله، عايزين يحققوا كاس عالم، عايزين ياخدوا بطوله. هم النهارده الكواليس جوه الاتحاد الانجليزي، احنا خلاص يعني جارث اخد فرصه كبيره. فالنهارده احنا عايزين ناخد بطوله، عايزين نقول احنا اسياد العالم في كره القدم، وده اللي احنا هنتفرج عليه في الفتره اللي جايه دي، وهنشوف هل
بيب جوارديولا هيوافق على العرض بعد اللي طبعا هو حقق كتير وبقاله فتره كتيره مع مان سيتي. هل هو يعني هل المؤشرات تقول كابتن ابراهيم ان يعني المؤشرات تقول ان الاتحاد الانجليزي على استعداد ان يتخلى عن مدرب الوطني ويفتح المجال امام مدرب اجنبي؟ احنا قبل كده كابتن محمد شفنا اريكسون لو نفتكر قبل كده وجاله مدرب ايطالي قبل كده فتره. من النهارده الانجليز عايزين بطوله، عايزين مدرب وطني، خد فرص كتيره جدا. لو نفتكر ال 2020 في لندن ما حصلش نصيبه، ايطاليا هي اللي فازت بيه. النهارده خلاص احنا وصلوا ان عندهم سكواد عالي جدا، عندهم لعيبه قويه جدا. شوف لي كام لاعب من 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 مان من سيتي، كام لاعب من ليفربول. يعني الدوري الانجليزي اللعيبه بيلينغهام عندهم، لا عندهم سكواد عالي جدا. فالنهارده عايزين بقى ياخدوا فرصه، خلاص عايزين ياخدوا البطوله، عايزين ياخدوا كاس العالم، عايزين ينافسهم، عايزين يقولوا احنا فعلا احنا مهد كره القدم في يعني مهد كره القدم في الارض. احنا اللي اخترعنا كره القدم، احنا الحق ان احنا ناخد البطوله. النهارده بتيجي فرق او تيجي يعني تيجي دول تانية من بره خالص هي اللي تاخد البطولات. فهم النهارده يقول لك لا احنا النهارده خلاص هنقعد مع بيب. ده الكلام اللي في الكواليس حاليا، هل هو هيوافق؟ بعتقد هو لو جاله عرض زي دوت مش هيتاخر يا كابتن محمد. طيب في نهايه المطاف اذا عدنا الى الدوري الانجليزي، يعني وتحدثنا قليلا عن ارسنال، يعني بدوره ايضا يتمسك بحظوظه مثل العام الماضي، ولكن ربما بتدعيمات وقوه اكبر هذا الموسم. هل ينجح ارتيتا من تحقيق شيء ما هذا العام؟ هو يعني احنا شايفين هيبقى في مباراه جامده جدا يوم 11/5 مع اليونايتد، دي برضه هتفرق جدا قدام ارتيتا مع الارسنال. هي دي المباراه برضه اللي هتبين الملامح الدوري رايح فين. زي ما قلت لحضرتك يعني مباريات كلها قويه جدا. ارتيتا حاول السنه اللي فاتت ما وفقش، السنه دي ماشي. يعني انا كنا بنقول بعد الكريسماس ان هنا في انجلترا او في الشارع الرياضي يقول لك ان ارسنال بعد الكريسماس بينزل تحت بيضرب غطس يعني، ولكن السنه دي ماشيين كويس. احنا ما شاء الله لغايه شهر اللي داخلين على شهر 4 وماشيين كويس، في فرق بونت يعني او نقطه. ولكن انا شايف ان هو ليه الحظ اللي هو ال 30% اللي انا اديتهم له، وال 30% لسيتي، وال 40% ليفربول كابتن محمد، على اساس ان هم عندهم مباريات. طيب يعني ايضا كابتن ابراهيم، يعني ربما بعد خروج ليفربول من الاف كاب كاس الاتحاد على يد مانشستر يونايتد، اصبح الان عدد البطولات اقل للمنافسه عليها. هل هذا يصب في مصلحه يورجن كلوب؟ هم خلاص المره دي يعني بعد الاخفاق وبعد يعني ما شفنا، هو طبعا كان اوفر كونفيدنت، والتغيير اللي عمله في مباراه مان يونايتد يعني كان اوفر كونفيدنت قوي يعني. وطبعا هم اعترفوا ان هو التغيير كان غلط، وتسرع في الثلاث تغييرات. لا خلاص هم يعني مصممين واخدين العزم ان هم ياخدوا البطوله علشان يدوها ليورجن كلوب قبل ما يغادر الانفيلد. راجل بقاله 7-8 سنين موجود هناك، خلاص خد القرار. اللعيبه النهارده يعني اخدين قرار ان هم يعني فايت انتل ذا اند، يعني أكيد. ان هم مش هيجيف اب يعني، هم أكيد. خلاص التايتل ده حاطينه ان هم ان شاء الله يحصدوه ويفرحوا يورجن كلوب. القتال حتى النهاية عنوان ليفربول هذا العام، وربما يعني خير إهداء لمسيرة حافلة ليورجن كلوب مع ليفربول خلال الست أو سبع سنوات الماضية. أعتقد تكلل بالدوري الإنجليزي ستكون أفضل هدية له. أشكرك شكرا جزيلا من لندن كابتن إبراهيم هلهول المدرب بالاتحاد الإنجليزي، شكرا جزيلا لك.